وسهلا بكم أعزائي الطلبة، أعزائي المشاهدين أينما كنتم. نتابع دائما في برنامج مع لنتعلم اللغات ما تعلمناه سابقا من قواعد اللغة العربية. فقد بدأنا منذ أسابيع قليلة بالجملة الإسمية، فتحدثنا عن المبتدأ والخبر، كذلك تحدثنا فيما مضى عن الأحرف المشبهة بالفعل، والآن سننتقل إلى الأفعال الناقصة. ولكن قبل أن ننتقل إلى الأفعال الناقصة، لابد أن نتذكر أن الجملة الإسمية تتألف من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. والمبتدأ يجب أن يكون طبعا مرفوعا، كذلك الخبر. فعندما تدخل الأحرف المشبهة على هذه الجملة الإسمية، عندئذ سيتغير حركة المبتدأ والخبر. فطبعا الأحرف المشبهة بالفعل وقفنا عندها سابقا، وسميت المشبهة بالفعل لأنها أولا حركة هذه الأحرف تظهر الفتحة، ثانيا معناها معنى الفعل، فإن وأن تفيد التوكيد، فأقول إن السماء صافية، فأنا أؤكد صفو السماء. إذا هي تدخل على الجملة الإسمية، فالمبتدأ يسمى اسمها طبعا، وتصبح حركته الفتحة، أما الخبر يبقى مرفوعا. والأحرف المشبهة بالفعل وقفنا عند إن وأن وكأن التي تفيد التشبيه، ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي. إذا عمل هذه الأحرف إذا دخلت على الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر، الباب مفتوح، مبتدأ وخبر. وعندما تدخل أحد تلك الأدوات على هذه الجملة، فمباشرة هذا المبتدأ يسمى اسمها، وتصبح حركة هذا المبتدأ الفتحة، وطبعا الخبر يبقى مرفوعا. ولابد طبعا دائما أن نأخذ بعين الاعتبار إذا كان هذا المبتدأ والخبر يدل على الإفراد أو طبعا التثنية، يجب أن نراعي علامة التثنية في حالة الرفع والنصب، وإذا كان من جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث بالإضافة إلى الأسماء الخمسة، أيضا تحدثنا عنها سابقا. الآن سنكمل الحديث عن الأفعال الناقصة. لماذا سميت هذه الأفعال بالناقصة وأحيانا تسمى بالناسخة؟ ما المقصود بذلك؟ الأفعال الناقصة، كلمة ناقصة بمعنى أن لا يتم معناها إلا بوجود الخبر، فلا أستطيع أن أقول ليس الرجل، ما زال الهواء، إذن هي بحاجة إلى خبر ليكتمل معناها. الآن أيضا تسمى بالناسخة بأن طبعا هذا الخبر، عندما أقول القراءة ممتعة، الخبر مرفوع. عندما تدخل هذه طبعا الأفعال، عندئذ ستجعل هذا الخبر منصوبا. ما هي الأفعال الناقصة؟ الأفعال الناقصة الآن سنبدأ بكان وأخواتها، ولدينا أيضا كاد وأفعال المقاربة وأخواتها، نتحدث عنها فيما بعد. اليوم سيكون حديثنا فقط عن الأفعال الناقصة. هذه الأفعال أخوات طبعا كان وأمسى وأضحى وظل، بات، صار، ما فتئ، ما برح، ما دام، من فك، ليس. إذن هذه المجموعة تسمى الأفعال الناقصة. ما عمل هذه الأفعال؟ هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية. الآن ما هو التغيير الذي سيطرأ؟ لاحظ عزيزي الطالب، عندما أقول المحراث قديم، المحراث مبتدأ مرفوع وقديم خبر مرفوع. الآن نحاول أن ندخل على هذه الجملة الإسمية الفعل صار. عندئذ لاحظ هذا التغيير، صار المحراث قديما. إذن ما هو التغيير الذي حصل في هذه الجملة؟ المحراث وهو كان فيما قبل مبتدأ مرفوع، بقي طبعا رفع مع دخول هذا الفعل الناقص، هو صار يسمى اسم صار مرفوع. أما الخبر بدخول هذا الفعل الناقص، لاحظ هذه الحركة، إذن قديم، إذن حركتها الضم بدون دخول الفعل الناقص. وعندما دخل هذا الفعل الناقص على الجملة صارت قديما. إذن ما أعراب قديما؟ قديما خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثال آخر، عندما أقول الخطوط العربية متنوعة،
ما إعراب الخطوط؟ إذن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعربية هي صفة مرفوعة. متنوعة هي الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن نحاول أن نضع فعلا من هذه الأفعال. لاحظ لو اخترنا الفعل الناقص ما زال، ما زال. إذن بما أن هنا المبتدأ يدل على التأنيث، عندئذ اتصلت تلك التاء، تاء التأنيث الساكنة. عندئذ أقول ما زالت الخطوط العربية متنوعة. إذن هنا بما أنها أفعال ناقصة كالفعل الماضي طبعا الذي إذا اتصلت به طبعا تاء التأنيث الساكنة، عندئذ يبنى على الفتح. إذن ما زال هو فعل ماض ناقص مبني على الفتح. أما هذه التاء، تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، طبعا حركت بالكسر لعدم التقاء ساكنين. يعني سؤال ممكن أن أسأل، هل هذه الأفعال ممكن أن تتصل بضمائر؟ نعم، سنتحدث عنها فيما بعد. ما زالت، دخل الفعل ما زال الفعل الناقص على الجملة الإسمية الخطوط العربية متنوعة. ما هو التغيير الحاصل؟ لاحظ المبتدأ سيصبح اسم ما زال مرفوعا. إذن الخطوط العربية هنا الصفة تبقى طبعا تتبع الموصوف في حركة الإعراب وتبقى محافظة على الضمة. أما كلمة متنوعة فالجملة الأولى بدون دخول الفعل الناقص كانت خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الآن عندما دخل الفعل الناقص على هذه الجملة صار هذا الخبر خبر الفعل الناقص ما زال، وطبعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أيضا مثال آخر، عندما أقول الشجر مثمر، أيضا هي جملة اسمية. إذن حاول أن تدخل عليها بعض الأفعال الناقصة. لنأخذ مثالا، ليس الشجر مثمرا، ليس الشجر مثمرا. إذن حدد عزيزي الطالب ركن الجملة الإسمية الشجر مثمر. الآن بدخول الفعل الناقص ليس، نعم هذا الاسم الذي كان يعرب مبتدأ قبل دخول ليس صار إعرابه طبعا اسم ليس مرفوع. أما الخبر فهو الخبر المنصوب مثمرا، مثمرا خبر منصوب. لنأخذ أيضا حالة أخرى، عندما أقول الطالبان مجدان، الطالبان مجدان، إذن هي جملة اسمية المبتدأ الطالبان المجد، طبعا مجدان خبر. ما علامة رفع كل من المبتدأ والخبر في هذا المثال؟ دقق معي. نعم الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن نحاول أن ندخل على هذه الجملة فعلا ناقصا كان. الآن حسب القاعدة تقول إذا دخلت الأفعال الناقصة على الجملة يبقى طبعا المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وأما الخبر منصوبا سيتحول إلى النصب، عندئذ منصوب وعلامة نصبه في هذه الحالة الياء لأنه مثنى. إذن كان الطالبان مجدين، كان الطالبان مجدين. إذن ما التغيير الحاصل؟ بالنسبة إلى المبتدأ صار اسمه طبعا اسم كان مرفوع، طبعا نفس حافظ عندما دخلت الأفعال الناقصة على الجملة الإسمية المبتدأ بقي مرفوعا، أما الآن الخبر هنا صار الحركة من الضم أو من علامة التثنية الألف والنون إلى الياء والنون، لأننا هنا نتحدث عن حالة تثنية. إذن هنا يطبق على المبتدأ والخبر بدخول الأفعال الناقصة كما كان بدون الأفعال الناقصة، يعني دائما المفرد الوردة متفتحة، الوردتان متفتحتان، إذن هناك توافق وانسجام مع المبتدأ والخبر. كذلك بدخول الأفعال الناقصة طبعا الخبر يتوافق مع المبتدأ، ولكن بالنسبة إلى الحالة الإعرابية هنا التغيير بأن الأفعال الناقصة عندئذ تقوم بنسخ رفع طبعا علامة الخبر لتصبح منصوبا. العاملات ماهرات،
الآن أيضا مثال آخر، عندما أقول العاملات وهي ما تدل على جمع المؤنث، ماهرات وهي خبر مرفوع. الآن بدخول أحد الأفعال الناقصة، لاحظ عزيزي الطالب ما التغيير الحاصل؟ نعم، ما برحت العاملات ماهرات. إذن المبتدأ صار اسمه اسم ما برح، اسم الأفعال الناقصة، وبقي مرفوعا. أما التغيير بالخبر، الآن الخبر بما أن الخبر يدل على جماعة المؤنث، يعني جمع المؤنث السالم، فأنا يجب أن أنتبه أن علامة نصب هذا الخبر الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم وهي علامة إعراب فرعية. إذن لاحظ عزيزي الطالب، قواعد اللغة كلها تتداخل لتصب في محور واحد وفي درس واحد. إذن لا نستطيع أن نستغني عن درس دون آخر، فهناك حلقات متصلة مع بعضها البعض. إذن ما إعراب ماهرات؟ خبر الفعل الناقص ما برح منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وبالتالي ما هي القاعدة التي سنحفظها وسنطبقها؟ الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ملاحظات: أيضا نلاحظ أن هذه اللغة غنية كثيرة بقواعدها. هذه الأفعال ممكن أن تكون تامة، يعني لا تسمى أفعالا ناقصة. متى؟ الآن مبدئيا بما أننا نحن نبتدئ معا، نأخذ يعني بداية هذه القواعد بشكل مبسط. إذا اكتفت بمرفوعها واستغنت عن الخبر، مثال: عندما نأخذ الفعل ناقص كان، ممكن أن أقول كان الجو حارا مثلا بمعنى صار. أما لو كان الفعل الناقص بمعنى حصل أو وجد، عندئذ يصبح إعرابه فعل تام، ويأخذ ما بعده سيكون فاعلا. فأقول اجتهد الطالب فكان النجاح، فكان النجاح، إذن حصل النجاح. إذن ما إعراب كان في هذه الحالة؟ كان فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة، والنجاح فاعل مرفوع. لاحظ أن هذا الفعل اكتفى بمرفوعه طبعا، واستغنى عن الخبر أيضا، بالإضافة إلى معنى أنه بمعنى حصل أو وجد. كذلك لدينا أيضا الأفعال التي تدل على الدخول بالصباح، المساء، الضحى. عندما أقول أمسى وأصبح، فسبحان الله، حين تصبحون وحين تمسون. إذا جاء بمعنى دخل في المساء ودخل في الصباح. لاحظ الآن معنى هذه الجملة: بات الرجل في داره هذه الليلة، بمعنى أمسى، بمعنى بات هنا أمسى، أمسى الرجل في داره هذه الليلة، بمعنى في هذه الليلة، ليلا هو طبعا موجود، كان في بيته، أمسى تلك الليلة في هذا الدار. إذن الفعل أمسى، أصبح، بات، وأضحى، إذا دلت على الدخول في الصباح أو المساء، عندئذ طبعا تصبح تامة، تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى الخبر. ما أحوال كان وأخواتها؟ يعني بما أننا سمينا الأفعال الناقصة هذه الأفعال بمعنى أفعال، فهي يجب أن تتبع قواعد الأفعال. كيف سيكون ذلك؟ يعني عندنا في اللغة العربية أفعال متصرفة، وأفعال جامدة، وأفعال ناقصة التصرف. ما المقصود بذلك؟ يعني أعطيك مثالا عزيزي الطالب، كلمة أو الفعل كتب، فعل ماض، هل تستطيع أن تجعل منه الفعل المضارع؟ نعم أكيد، فأقول يكتب. الآن حول هذا الفعل إلى أمر: اكتب، يدرس، درس، ادرس، سافر، يسافر، سافر، جلس، يجلس، اجلس. إذن هذه الأفعال هي طبعا متصرفة، يأتي منها الفعل بالزمن الماضي والمضارع والأمر. ولكن هناك أفعال طبعا جامدة لا تلزم إلا حالة واحدة فقط، إما الماضي أو الماضي والمضارع فقط. لاحظ الآن القاعدة تقول:
بالنسبة إلى ما يتصرف تصرفا تاما، يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، كان، صار، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات. فأستطيع أن أقول يكون الطالب سعيدا إذا أنهى واجبه، وكان الطالب سعيدا. وأستطيع أن أقول كن سعيدا وأنت تنجز واجبك على أتم وجه. إذا صار يصير صر، وأصبح يصبح اصبح، كذلك بات يبيت. إذا هي أفعال تامة التصرف نستطيع أن نأخذ منها الفعل الماضي والمضارع والأمر. وهناك أفعال ناقصة التصرف، يعني فقط تأتي في زمن الماضي والمضارع، طبعا هي ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح. فقط ما يزال، ما زال في الماضي، وما يزال طبعا في المضارع. طبعا وقس على بقية هذه الأفعال. وما لا يتصرف مطلقا، يعني يلزم حالة واحدة هي فعل ماض فقط، هي ليس وما دام، وهما فعلان جامدان. إذا ما المقصود بالفعلين الجامدين؟ لا نستطيع أن نأخذ منهما المضارع والأمر، فهما يلزمان حالة الفعل الماضي. إذا عزيزي الطالب لا تستغرب إذا وضع أمامك جملة، طبعا وهذه الجملة فيها فعل ناقص في الزمن الماضي المضارع طبعا الأمر، يعني حتى الفعل كان هو فعل ماض ناقص، الفعل المضارع منه يكون. الآن هل يطبق عليها مثلا بدخول الأحرف النصب أو الجزم؟ نعم، عندما أقول لن يكون الولد مريضا، لن يكون، إذن هو فعل مضارع ناقص منصوب، كذلك ممكن أن يسبق بأداة جازمة. إذن هذه هي أحوال كان وأخواتها: تامة التصرف، ناقصة التصرف، وما لا يتصرف مطلقا أي جامدة، تسمى جامدة. الآن بعدما أنجزنا القسم الأول من الدرس، نحاول عزيزي الطالب أن نطبق. اكمل الفراغ بما يناسبه. صارت الوردتان متفتحتين. ما أعراب كلمة الوردتان؟ نعم، بما أن الفعل هنا صار فعل ماض ناقص مبني على الفتح وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، إذن ما أعراب الوردتان؟ نعم، هو اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مثال آخر، عندما أقول أمسى الباحث مخترعا، أمسى الباحث مخترعا، الآن الباحث مخترع، إذن هي جملة اسمية دخل عليها الفعل الناقص أمسى. نعم، عندئذ الباحث هي اسمها، أما مخترعا خبر أمسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أيضا نحاول أن نتدرب بمثال آخر، أدخل فعلا ناقصا على الجمل الإسمية فيما يأتي وغير ما يلزم. عندي ثلاثة جمل: المهندسون مشرفون على عملهم، والطفل جائع، وعصفورا القفص مغردان. المثال الأول: المهندسون مشرفون، حاول أن تدخل فعلا ناقصا، اختر أي واحد. إذن هنا أخذنا مثلا ما زال المهندسون مشرفين على عملهم، إذن المهندسون هي اسم ما زال مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مشرفين خبر منصوب وعلامة نصبه طبعا الياء لأنه جمع مذكر سالم، الياء والنون جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن ما التغيير الحاصل؟ نعم، التغيير هو الخبر، بعدما كان مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ننتقل بدخول الفعل الناقص علامة نصب جمع المذكر الياء والنون. عندما أقول كان الطفل جائعا، كان فعل ماض ناقص، الطفل اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كان الطفل جائعا،
إذا لاحظ التغيير، تنوين النصب جائعا. ما إعراب كلمة جائعا؟ جائعا خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وعندما أقول عصفورا القفص مغردان، نعم مر معنا هذا المثال ما يشبهه في حالة التثنية، ولكن هنا وضعنا عصفورا القفص مغردا. ما إعراب عصفورا؟ نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة. أين الإضافة؟ كلمة القفص، القفص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومغردان هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الآن حاول أن تأخذ أي فعل من الأفعال الناقصة، مثال هنا أصبح، صار، مثلا أصبح، أضحى. عندئذ أقول أصبح فعل ماض ناقص مبني على الفتح، طبعا دخل على الجملة الاسمية، المبتدأ يبقى مرفوعا ويسمى اسم أصبح. إذن لا تغيير. أين التغيير؟ التغيير على الخبر، مغردان بدخول أصبح على الجملة الاسمية تصبح مغردين. لماذا؟ لأن علامة نصب المثنى الياء طبعا، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ممكن سؤال أيضا نسأل، ما أحوال اسم الأفعال الناقصة؟ كيف يأتي هذا الاسم؟ وكيف يأتي الخبر؟ نعم، بما أن هذه الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية، يعني على المبتدأ والخبر، كما كنا في المبتدأ والخبر نتحدث عن حالات المبتدأ وحالات الخبر، الآن نتحدث عن اسم الأفعال الناقصة. هذا الاسم هو بالأصل كان مبتدأ، كيف سيأتي اسم الأفعال الناقصة؟ لاحظ عزيزي الطالب المثال الأول، عندما أقول بات العدو مهزوما، أين الفعل الناقص؟ بات. أين المبتدأ؟ العدو. وأين الخبر؟ مهزوما. إذن هنا العدو مهزوم. إذن ما نوع هذا الاسم؟ أي المبتدأ اسم ظاهر. وعندما أقول صار الباب مفتوحا، صار الباب، إذن اسم ظاهر. إذن أيضا هذه الأفعال تسمى أفعال ناقصة، كما تحدثنا ممكن أن تتصل بالضمائر. فعندما أقول كانوا متميزين في عرضهم، لاحظ الفعل الناقص كان، وهو فعل تام التصرف، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. كذلك بما أنه فعل ماض، ممكن أن يتصل بالضمائر التي تتصل بالأفعال الماضية. فإذا طبعا هنا في هذا المثال اتصل واو الجماعة، عندئذ ما إعراب كانوا؟ وأين الاسم؟ لاحظ عزيزي الطالب، قس على الفعل الماضي كتبوا، قس على الفعل الماضي رسموا. كيف كنا نقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل؟ الآن في الأفعال الناقصة سيكون هذا الإعراب فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسمها، لأنها تسمى طبعا كما اتفقنا أفعال ناقصة. إذن هذه الواو هي التي تعود على المبتدأ، يعني بمعنى الطلاب متميزون في عرضهم التمثيلي. إذن هذه الواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، ومتميزين هي خبر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن ما نوع اسم كان؟ نوعه ضمير متصل. ممكن كان، كنا، أو كنت، كنت، كنت. إذن كوني، حتى لو أتينا بصيغة الأمر تكونين، إذن يتصل فيها هذا الضمير، عندئذ نراعي ذلك. أيضا عندما أقول ما زال قائما على عمله، ما زال قائما، يعني ما زال الرجل قائما. هل كتبت كلمة الرجل؟ لاحظ لا. فعندما أقول ما زال هو فعل ماض ناقص مبني على الفتح،
أين الاسم طبعاً الذي هو كان بالأصل مبتدأ، أين اسم ما زال تقديره؟ طبعاً هو محذوف، تقديره هو مستتر جوازاً، ما زال هو قائماً. إذن كيفما كنا في الأفعال الماضية عندما أقول كتب الوظيفة وأقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، كذلك الآن في الأفعال الناقصة فأقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح طبعا واسمها ضمير مستتر تقديره هو جوازا، وقائما هي خبر. كذلك ممكن أن يأتي اسم موصول، كذلك اسم إشارة، فعندما أقول صار الذي بيني وبينه عداوة صديقان لي، إذن الذي اسم موصول مبني في محل طبعا رفع اسم صار. إذن كيف يأتي اسم الأفعال الناقصة؟ ممكن أن يكون اسما ظاهرا ويمكن أن يكون ضميرا متصلا أو مستترا، كذلك ممكن أن يأتي اسمان موصولا. وما تحدثنا عنه سابقا عن اسم كان كذلك للخبر أحوال. إذن أيضا وقفنا عند طبعا أحكام الخبر في الدروس الماضية، فالخبر ممكن أن يكون اسما مفردا ويمكن أن يكون جملة فعلية أو اسمية وممكن أن يكون شبه جملة. إذن أعيد الخبر، يعني عندما أقول القلم مكسور، ما نوع الخبر؟ مفرد. نوع الخبر مفرد مكسور. وعندما أقول الوردتان جميلتان، جميلتان خبر مفرد. ولكن عندما أقول الوردة تتفتح، الوردة مبتدأ بحاجة إلى الخبر، هنا الخبر جملة فعلية إذا تذكرت معي، فأقول جملة فعلية في محل رفع خبر. كذلك الخبر يمكن أن يكون جملة اسمية، فعندما أقول الوردة رائحتها جميلة، لاحظ رائحتها جميلة، إذن الخبر جملة اسمية. وعندما أقول الوردة بين الأغصان بمعنى الظرف بين متعلق بالخبر المحذوف تقديره طبعا كائنة أو موجودة. الآن هذا يطبق تماما على خبر الأفعال الناقصة فلا تغيير. فممكن أن يكون الخبر خبر الأفعال الناقصة مفردا، فعندما أقول كان العمل معكم ممتعا، إذن أين الخبر؟ طبعا ممتعا وهو مفرد. وعندما أقول ظل المعلم يشرح الدرس، ظل فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والمعلم هو اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن ونحن نعرف هذه الأفعال سميت ناقصة لأنها لا يكتمل معناها إلا بوجود الخبر، والجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين المبتدأ والخبر. يشرح الدرس، لاحظ هذه الجملة التي وضعت بين قوسين، يشرح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو جوازا والدرس مفعول به. إذن هي جملة متكاملة، جملة فعلية، فأقول هذه الجملة في محل نصب خبر الفعل الناقص ظل، وتقدير الكلام ظل المعلم شارحا الدرس. المثال الثالث، عندما أقول ما زال الهواء نسيمه عليل، أيضا ما زال فعل ماض ناقص، الهواء اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نفتش دائما عن الخبر، فأقول هنا بين قوسين نسيم الهواء عليل، لاحظ نسيمه نسيم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، وهذا الضمير يعود على المبتدأ السابق، وعليل خبر. إذن الآن تشكل عندي جملة اسمها مكونة من مبتدأ وخبر، وفيها ضمير، طبعا في المبتدأ ضمير يعود على المبتدأ السابق، عندئذ جملة اسمية في محل نصب خبر طبعا الفعل الناقص ما زال. وعندما أقول هو سعيد ما دام في مدرسته، لاحظ ما دام فعل ماض ناقص، ما دام أيضا أين الاسم تقديره هو مستتر، في مدرسته
جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف تقديره ما دام هو موجودا في مدرسته. إذن أين الخبر؟ الخبر هنا شبه جملة، يعني المقصود الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره موجودا أو كائنا. إذن نستطيع أن نتحدث على أن أخبار أو أحكام خبر الفعل الناقص كان يشبه الحالات العادية، مع المراعاة فقط نقول نصب الخبر. عزيزي الطالب، هناك سؤال أيضا، حاول أن تتذكر ما تحدثنا عنه سابقا. أتمم الجمل الآتية ثم اضبط أواخر كلماتها بالشكل: صار العدو، أضحى المسافر، ظل العدل، وأمسى البيت، بات متفتحا، ليست مفتوحتين. إذن لاحظ الآن هنا فراغات، عليك أن تكمل هذه الفراغات بحيث طبعا نستفيد من تلك القاعدة التي تحدثنا عنها أو من درسنا الحاضر اليوم. صار العدو، بما أن هذه الجملة بدأت بالفعل صار وهو فعل ناقص، فالعدو اسمها اسم صار، اسم صار مرفوع. أين الخبر؟ نحن بحاجة إلى خبر. حاول عزيزي الطالب أن تجد خبرا منصوبا. إذن صار العدو مهزوما. إذن ما إعراب مهزوما؟ خبر منصوب. أيضا ننتقل إلى المثال الثاني، وعندما أقول أضحى المسافر متعبا، أضحى المسافر متعبا أو منهكا. إذن أضحى فعل ماض ناقص، المسافر اسم، طبعا أضحى مرفوع، منهكا، متعبا، متألما، أو طبعا مشتاقا، عندئذ خبر منصوب. وعندما أقول ظل العدل قائما، طبعا ظل العدل قائما أيضا هو خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعندما أقول أمسى البيت طبعا نظيفا، أمسى البيت نظيفا، إذن أمسى فعل ماض ناقص، البيت اسم، أمسى مرفوع، ونظيفا جميلا خبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما المثال الخامس، هنا اختلف الفراغ، فأقول بات متفتحا وليست فراغ مفتوحتين. عليك أن تجد كلمة تناسب هذا الفراغ. أولا ضع في ذهنك أن الفعل الناقص هناك اسم ثم الخبر. إذا نحن الآن في هذين المثالين بحاجة إلى الاسم، ويجب أن يكون هذا الاسم مرفوعا مع مراعاة إما الضمة أو الألف والنون أو الواو والنون. ممكن إذا كان من الأسماء الخمسة، ممكن طبعا الواو على حسب. إذا بات متفتحا، عندما أقول بات الزهر متفتحا، بات الزهر، ما إعراب الزهر؟ اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وعندما أقول ليست مفتوحتين، مفتوحتين، إذن هنا الخبر بحالة التثنية، عندئذ يجب أن أختار طبعا اسم ليس يكون أيضا في حالة الرفع. فعندما أقول ليست النافذتان مفتوحتين، ليست النافذتان، لماذا؟ لأن علامة رفع المثنى الألف. ومثالنا الأخير، أقرأ الجمل الآتية ثم املأ الجدول بالمطلوب. المثال الأول، ليس الطبيبان قادمين، وكانت الفتيات مسرورات بالعيد، وأصبح ذا مكانة. والمثال الرابع، ما زالوا يحرسون البستان. والخامس، ظل القمر بين الغيوم. نقرأ الجمل ونحاول أن نضع في هذا الجدول ما يناسبه الاسم والخبر ونوع كل منهما. فالمثال الأول، الفعل الناقص ليس، طبعا وكما تحدثنا أن هذا الفعل الناقص جامد يلزم حالة واحدة، وهي طبعا الفعل الماضي، لا نستطيع أن نأخذ منه الماضي والمضارع. إذن ليس الطبيبان قادمين، المبتدأ اللي طبعا وهو اسم ليس، الطبيبان، ما نوع هذا الاسم؟ طبعا اسم كان هنا طبعا
ظاهر، اسم ظاهر، ما علامة رفعه الألف؟ لأنه مثنى. أين الخبر؟ قادمين. ما نوع هذا الخبر؟ مفرد. نوع هذا الخبر؟ مفرد. ما أعراب كلمة قادمين؟ خبر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. أما المثال الآخر، عندما أقول كانت الفتيات مسرورات بالعيد، كانت فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وطبعا حركت بالكسر كانت الفتيات لعدم التقاء ساكنين. أما الفتيات فهي اسم كان. ما نوع ما صور هذا ما هي صورة هذا المبتدأ طبعا الذي هو صار اسم كان؟ طبعا هو اسم ظاهر. أين الخبر؟ مسرورات أم مسرورات؟ نعم، الإجابة الصحيحة هي مسرورات. لماذا وضعنا هذه الكسرة ولم أقل مسرورات؟ نعم، إذا انتبه عزيزي الطالب، ممكن أن نأتي مثلا صحح الخطأ الوارد، ممكن اختر الإجابة الصحيحة. كانت الفتيات مسرورات مسرورات مسرورات. من الخطأ طبعا جمع المؤنث السالم أن ينصب علامة نصبه الفتحة، طبعا إنما علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، والخبر هنا مفرد. والمثال الثالث، عندما أقول أصبح ذا مكانة، أين طبعا أين طبعا الموجود المبتدأ؟ المبتدأ الذي هو صار اسم أصبح محذوف، تقدير ضمير مستتر تقديره هو. أما ذا هي طبعا من الأسماء الخمسة، علامة نصبه الألف وهو مفرد. وعندما ننتقل ما زالوا يحرسون، أيضا الواو اسم، طبعا ما زال الواو ضمير متصل، وجملة يحرسون هي جملة فعلية في محل نصب خبر الفعل الناقص ما زالوا. والمثال الأخير، ظل القمر بين الغيوم، القمر اسم ظاهر طبعا وهو اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وبين مفعول فيه ظرف مكان منصوب متعلق بالخبر تقديره كائنا أو موجودا. إذن وبالتالي نكون قد أنهينا معكم درس الأفعال الناقصة. نرجو لكم الفائدة وطبعا والنجاح والتوفيق دائما. كل الشكر لمن تابعنا ولمن ساهم معنا في هذا الدرس، في إعداد هذا الدرس. دمتم بخير.